السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم نزلت لعبة جديدة أندرويد، الحقيقة اللعبة انحجبت عنا للأسف. لعبة نزلت في تاريخ 6/3/2024، لكن انحجبت عنا تحت شعار هذا العنصر غير متوفر في بلدك. اللعبة نزلت في جنوب شرق آسيا، سنغافورة، ماليزيا، فلبين، تايلاند، هالدول هذه، لكن استطعنا أن نأخذ الرابط من ولد صديق بهالدول هذه، دزلنا الرابط. المهم نزلت على بلاتفورم الأندرويد والآي أو إس، ومن أقول آي أو إس يعني آيفون أقصد، كثير من الناس ما يعرفون الآي أو إس آيفون يعني. أنا جاني سؤال أمس من ضمنها هل موجودة اللعبة على ايفون، وانا حاط ايفون يعني اي او اس موجودة، وايضا بي سي كانت موجودة اللعبة، ما امس اللي نزلتها اللعبة كانت كينغدوم لا بلاد اسمها. اللي اريد اقول ان اللعبة هاي راح تحارب الارواح، بلج معروف عنها محاربة الارواح، وراح تكون هناك كذا شخصية لبلج تلعب فيها، طبعا شيء راجع لك. راح ادش كاجستان. طيب وراح تمزق كثير كثير من الارواح. طبعا ستار جيم، خلينا نبدا اللعبه ونشوفها، ما طول عليكم، خلينا نبدا اللعبه ونشوفها. اللعبة قلت انحجبت، لكن مع ذلك راح اخليكم رابط اللعبة، بس اللي ارجو منكم اللي يريد يلعب اللعبة يحمل اللعبة ويلعبها بسرعة قبل لا يشيلون الرابط، لان الرابط يبقى اسبوع 10 ايام وينشال اذا كثر اسبوعين يعني. سمع صراخ مع البنية، هل تريد روحي؟ يقول له اوف شنو هذا؟ نيه يأست. تقول له ما عندك فرصة ضده، يعني لا تملك فرصة ضده. هي ما تعرف انه بلتش قوي طبعا. تقول له انتحر مثل ساموراي، حط السيف بصدرك وانتحر. وانتحر. سوف ألقنك درسا لمهاجمة عائلتي. باتل ستارت، بدأت المعركة. هذا أول مرة لك، هذه في مواجهة شرير. يعني دليل قوتك. اوف تبغى نفس تاب تاب جزور التميت اند ديلت فيتر بلو. اوكي هاي ضربة الغاضية، ضربة مميتة. فيتل فيتل يعني مميت. انتصار، اول انتصار لبلج باللعبة. ركروت شخصيات، طبعا راح تلعب معك شخصيات تضاف الى فريقك وتلعب وياك ايضا. I'm afraid you are gonna mind myself. Recruit some companies to post your strength. طبعا اذا نزلت شخصيات تقوي القوة مالتك، انت راح تلعب اكثر من شخصية. طبعا راح نزل شخصية الان، ريكروت يسمونها.
هاي الشخصية راح تلعب وياي، ما أدري بقدراتها وما قدراتها قوتها الدم. نتمي هالبيو دعني أساعدك. أوسم راح. ها هذه مسؤولة على الهيلينج على الشفاء، راح تكون مثل دكتور يعني طبيب الفريق. سكلمة هالبيو إن باتل وتساعدك مهارتها في المعركة. رتين طيب خلينا نشوفها والله، خلينا نجربها بمعركة ونشوفها. As your level increase, you will be able to deploy more characters up to 6. كل ما زاد الليفل مالك راح تنزل كاركتر حد ما يوصلون 6 عدد الشخصيات اللي وياك. فريقك يعني مكون من 6، ما تقدر تتجاوز الرقم هذا. Hold down avatar drag in the top of the... يعني تسوي له دراج، شايفين؟ حتى تنزله يلعب وياك. طبعا اللغة اليابانية، احنا ما راح نفهم الياباني بس الحمد لله اللعبة مترجمة انجليزي. Please I know, let's fight together. دعينا نحارب سويا. اوكي شابتر 1، طبعا الشابترات كلها مغلقة بس شابتر 1 مفتوح. تشالنج تحدي. I've never seen anyone كتابة سريعة ما لحق عليها صراحة. خلينا نشوف شو تسوي هاي البنية، هل فعلا هي مسؤولة على الهيلينج؟ كوساي let me heal you، دعني اشفيك. اوكي خلينا نشوف. جميل رجع دمي. طيب ضربك ضربة كنت انفتح هاي الغاضية، ضربة الغاضية ايه فتحت. لا هاي مات الهيلينج مات البنية، عنده ضربة غاضية من ساعة انفتحت. يلا اقضي عليه. حلو الان ليفل 2 احنا ستيج 1 فوم 2 عفوا مو ليفل هذا ستيج 1 2 المرحلة الأولى القسم الثاني منها. أيضا كاركتر انكيوز يور باور، طبعا الكاركتر الجديد راح يزيد قوتنا. رانك اب ارتفاع الرانك الرتبة مالتنا، طبعا الكاركتر راح يرتفع الركبة راح يزيد قوته، هذا شيء جيد لك. راح اروح الان ستيج 1 1 3، لعبنا 1 2 الان 1 3. طبعا لعبة الكلام حللها بسرعة يعني سريع، الترجمة اقصد سريعة ما لحق عليها، اليابانيين معروفين بسرعة كلامهم فعذروني يعني شوية اذا لقطت شوية ترجمة لكم. انا انتظر قوتي حتى تعود لي. انهي واجباتك كسور ريبر. سور ريبر يعني ممزق الارواح. اوف شنو هذا؟ هذا بوس طبعا. نشوف شلون راح نقضي على البوس. والله هذا اوف
مفروض ما استعمل الهيلينج الان لان دمي كامل بعد ما هجم هو. الان هجم هو، ايوه ضربة القوية، الان ضربة الغاضية. حلو، نهيته فيها. لديك ضربة جميلة وقوية. الان ليفل 4 صرنا احنا، الليفل ما صعدت انا تلقائي قاعد يصعد، بس طورت الكاركتر. شايفين 1 1 1 1 2 1 2 1 3، الان 1 4. الان اوف 3 أرواح. الان يجب ان نقاتل كلهم ذولا. يقول اخذها اتخلص من هذا اول شيء، هذا طبعا الصغير. خلينا نشوف، تستطيع ان تزيد السرعه. السرعه الان 1. يعني انا ما احب زياده السرعه، اذا زدت السرعه الان وهي اللعبه سريعه فما بالك من زيد السرعه. لا انطيتها الضربة القاضية، لو مخليها الضربة القاضية للكبير. يلا او اثنين ومخلطهم. شنو هذا؟ طبعا اول مرة العب بليج، انا ما لعب بليج. ليفل 5 صار، الليفل صعدنا 5 الان. اوعدكم اني العبها شوية لعبة، جزء ثاني وجزء ثالث اذا اردتوا من اللعبة. اللعبة جميلة وحلوة يا شباب. الان 1 5. ما عندنا شيء. ابجريد، خلينا نشوف الابجريد. شايفين شلون صعدنا الليفل الكاركتر. ابجريد بس على الكاركتر، الليفل يصعد اوتوماتيك في اللعبه. البنيه بعد طلع هو، ما قبل يسوي البنيه، خليها البنيه الان. 1 5 ستيج 1 5. اوف شنو هذا؟ حي شنو هذا؟ この間貴様を襲ったフォローからして、どうやら姿を見せない強力なフォローが貴様の霊力を食いたがっている。どうすりゃいいんだ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 。الآن رجعت معي في الفتاة ذات الرداء الأسود، طبعا راح اتقاتل وياي. هذا قوي طبعا، راح نشوف قوته الآن. هاي الفتاة جمدته، ما راح استعمل الشفاء. خلي بنية تهجم عليه مباشرة، هجمي عليه مباشرة. خد قتلة البنية، ما قتلته، البنية خلاها اخذ الضربة القاضية. البنية ضربتها ضعيفة طبعا، توها بادية ما مطورة. انتهى طبعا قتلناها. فيكتوري، انتصار. كانت هاي لعبتنا اليوم حبايبي، اتمنى اللعبة حازت اعجابكم. اللعبة ما موجودة بجوجل بلاي، اما هي مكتوبة تحت شعار هذا العنصر غير متوفر في فيديوك، لكن راح تلقون رابط اللعبة في الوصف. كل ارجع منكم شير وشباب، انا جاي اتعب.
شيروا ولايكاتكم، لا تنسوني باللايكات. إلى أن نلتقي قريب وياكم، هذا أخوكم ماجد، في أمان الله.